المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم، دائما في إطار الحفاظ على الذاكرة التاريخية للثورة الجزائرية، يقوم المصحف الجهوي للمجاهد العقيد محمد شعبان البسكرة بتسجيل الشهادات الحية من أفواه المجاهدين والمجاهدات من صماع ثورتنا المجيدة. اليوم 27 من شهر أبريل 2017 وبمدينة سيدي عقبة المضيافة مدينة الصحابة الجليل عقبة بن نافع الفهري، نقوم بتسجيل شهادة حية بنظام مجموعة من مجاهدي منطقة سيدي عقبة. مجاهد عرفنا بنفسه بن عبد الرحمن رمضان. بن عبد الرحمن رمضان زايدي 1934 21 ديسمبر. الله يبارك. والحاج؟ نعم. حفظ الله أبو خالد. حفظ الله أبو خالد. مجاهد مناظر التحرير زياد 1930 1930 سيدي عقبة. لا طيب الفويض هذا الحاج. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا المسمى بن عمار المبارك اللي مدعو في الثورة للزويش العمر تاعي 1941 لي ولاد عمر. الله يبارك. مرحبا بكم الحاج. ماذا بك الحاج؟ احكي لنا على المنطقه هذه والديار هذا اللي رانا فيهم حاليا. الديار اللي رانا فيهم حاره توقعت تبنات الثوره واحتضنت الثوره، يعني كل دار من هالديار هذم ايش ياكل الجيش، منهم سي محمد مني، منهم اميري محمد، منهم اسمه الاخضر شنشونه، منهم الحاج بن عدي، منهم عثمان بوركبه، منهم جمع سويسي، منهم جمع بهلول، منهم الى الله محمد رسول الله، مجموعه كبيره من المجاهدين واسمه احمد كرميش الصيفي في الولايه الاولى. هنا كاين الاخضر شنشونه. كانوا يجتمعوا الناس في الديار هذه هناك على المنطقه. كل 3 4 ايام يتبدلوا الدار، في النهار يمشوا احرار العشاء في كل جهه، ما والتهاون ممنوع، التهاون ما عندناش تهاون، ثوره ما عندناش تهاون. الاولاد صغار مكلبون بالبسكليتات يعيشوا العسكر وين يروحوا، ومدايرين واحد ثم في كوبانيه يسرح مع زاته، وعطينا العسكر وقتها ياكل وقتها يدخل وقتها كذا، على الاخر هزوا قتلوه. وين هذي قتلوه هذا وش اسمه؟ بوي جليد اسمه، خليني نستنى هذا وسيدي. بوي محمد رمضة، احنا نقولوا له محمد جليد. ولدو ذكر مسؤول في مديرية مبنى الشهداء. تفضل هذه الحاجة احكي لنا فيها. أنا متحاكم، أنا كنت في فرنسا خدام جبهة الطحين، عارف جبهة الطحين، وقلت لخويا هنا خدام يخدم مع الجيش ممول في الثورة من 57 حتى الفنا حتى 59 وهم اللي عارفين اللزوم اللي هم يمشوا معاه وعارفين. أنا قلت حال فرنسا. أولا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. لقد نشكر أولا وقبل كل شيء المتحف الجهوي في ولاية بسكرة، لأنها بعد 52 كان باش نحيي الذكرى أو نبذة تاريخية من الثورة. وهذا اليوم المبارك اللي رانا وجدنا فيه بعض المجاهدين الموجودين حاليا معنا، في الحقيقة نحن في لونغاجمون البداية بدينا في 57، أنا بديت في 57 بما فيها خويا شهيد بن عمار عبد الحفيظ، وكاين حرزي منصور هذا، وكاين قدواري مسعود، وكاين بن تركي محمد، وكاين خطاب خليفة بن خليفة خليفة. اسمح لي خليني نتكلم من فضلك، حاجة شاهد وأنا نهضر كل إنسان يهضر على ما شاهد. قايدي هذا فرحات كان معتقل في الحبس، هذه بعد 57 كان هذا منصور
عنده محل نتاع مواد غذائية وديروا بالعكس يعني مواد غذائية شغل شبه، ولكن هو سمى كأنه هذا المواد الغذائية والمحل كأنه تاع الثورة، لأنها يستفادوا يجيب سلع مسكرة وكذا أشياء اللي يحتاجوها نجيبوها من المحل الأخرى ونهبطوها أحيانا في برويطة نغطوا بها فترة على شكل شكارة نحطها لها لبوبان ونديروا السلعة ونقدموها نهبطوها بما يسمى دار موسى بوطرفاية. لنا من لحبوها ثم موسى بوطرفاية يتكفلها، وكان النشط الكبير كان عندنا هو بن عبد الرحمن رمضان هذا اللي موجود حاليا معايا، وكان انسان نشط وكان هو وكانت بما فيها الديار هذا نتاعنا نبدا نسمي لك وحده وحده ونوصلك حتى المكان اللي كانوا فيه يجو كانه مزون ضربوا يعني كان الحاره هذه نتاع حي ولد عمر كما يسمى يلقب باسم فرنسا سميته حي الفلاقه، كانوا يقضوا بالخمسه بالست ايام، كانوا يجيو حتى من ناحيه رقم واحد ناحيه كامل احيانا كي ما يلقوش كان مناضل كان هذا خليفه خليفه وكان خطاب مبروك كي ما يلقوش احيانا الجماعه يجوا لعندنا احنا للدار لهنا يجوا يقضوا بالربع بالخمس ايام ومن بعد يتنقلوا ساعه دار حمص الصغير ساعه دار جدوري مسعود ساعه دار صالح بورني ساعه دار خليفه. المهم كانت الوحده ماشيه على اساس صحيح. بعد 57 مده زمنيه اخر 57 منصور هذا بن الشايب الملقب حرز الله اسكت اخويا اذا كنت تكلم كنت تكلم انا كي نهضر مش من العرض لان انا ثابت روحي شنو يقول خاطر هذه الاشياء كل انسان يهضر وش شاف. احنا لما بعد الاخر تاع 57 تبعنا في 10 في 10 جاو جوي الساعتين ثلاثه نتاع الليل دخلوا للدار لهنا كي دخلوا لقاو الوالده الله يرحمها دايرة كانون زرع دارة دير في الزيت وانا راكد ورا الباب كي دخلت دخلوا انا حسيت كان عندي واحد الكاغط مكتوب تاع الرشاحي فيه سلعة وفيه تغاسل وفيه دخان طيشته في الكانون تاع الوالدة بلا بطوة دزوا الباب جو داخلين دزوا الباب خزر وراه شافني هو خطفني هذاك الفرنسي اللي لقاو العسكري هزني من شعري بيضربني واحد معاه سيفيل فرنسي الله اعلم قال خليه خليه يجي خارج انا نلقى منصور بن الشايب كانت كريوله هنا كريوله كانت تحت دار حمص الصغير بن ابراهيم نلقاه حاطينه هذا منصور بن الشايب تحت كريوله وانا عقبوني هذه ضربه التلي كانت فيها حفره عشان يضربوا فيها طوق حطوني في زود سم ومن بعد ما حطوني واحد منهم ضربني هكذا رجلي تحت ضرب لي على رجلي اليمنى انا انطير كنت صغير الوقت هذاك عجيب 16 سنه انطير من يديهم هم يضحكوا ومن بعد مشوني لقوني لحقنا لهنا الدار هذه كانت واحد العين على الدرجه الاولى زوار بخي انسان مراد راح تو نلقوا سيس سيس ركبونا في سيس سيس بقيت انا نقول التور تاعي ربما السادس ولا السابع طلعوني للمخزن المخزن هذا كان دروج تاعو تاع مدري طلعت طلعت نلقى كراسة ونلقى طابلة ونلقى واحد قاعد في كرسي واش سمك عطيتو الاسم كل شيء كذا وانا هكذاك نترعب من بعد الشيء اللي خلاني قلت هيك هذيك المرة أقسم بالله كنت فكر هذوك التسعة اللي معايا نعرفهم واحد واحد ونكتب لهم خطر ما يقراوش أغلبية نكتب لهم كل شيء باش رايح نعطيه الأسماء نقول كنت ناخذ مع هذو ما طلعني ما قال لي أوقف وقفت دارني عند الحي خلي واحد متر على القرن وبدأ يهضر معايا شويه انا نحسب عدل لي راسي نحسب هذا يصورني. بصح في اللي عدل لي راسي واحد كسير واحد طويل يضربني نضربني لهنا طحت. كي طحت على القرن بديت نعيط. نسيت هذوك الاسماء اللي معايا في الحبس نهائيا. ومن بعد بداوا بالعذاب جابوا حطوني واحد الكرسي تحدي حطوا لي واحد ليبانس هنا وبداوا وانا صغير نعيط نعرف الا ابوي وامي هذاك المكان. نعيط نعيط من بعد طيشوني. طيشوني حطوني قبل السلوم. ويقتلوا ما لولا المساعدة أميري محمد قال لازمنا نفهموه درنا لهم بسكاز ضربناهم خلينا من الدار هذي من الدار هذي ذبحنا جزع ولا مسكين الماكلة والجزب اللحم كان بدير في الغبار ورزمي
خرجنا الوحدة تاع اللي قد هزوم منصور نسمو البر وتكلم، قال لي المساعد رمضان رمضان، قلت له شي، قال لي هذا قضوا على هزوم واحد شعبي قتلوه. بالفعل كي رحنا هنا عاد الجيش الظاهرة السياسي وهذيك الظاهرة، وأنا مع المساعد لما مسؤول القسمة ما على بالهمش واش درنا ولا واش رايحين نديرو. مالك يسمعوا البارود قال لك العائلة راهم بيشتبكوا مع ما 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 الجنود، وكش من يحكم منها ما عندهم طرف سلعة نعرفوها كل يبدوا بها كذاك العشام ما تعشاوش هما. كي جينا رايحين كي شافونا احنا جايين عرفونا ما بوش يضربونا، واحنا اللي يمشي الاول عند كورت ضربهم خنسوا وجبدوا. رحنا لدار دار بقلالة، دار بقلالة نقول مسعود الرفرافي و بولارس بقلالة جماعة وين قال لهم كواكم ضربتهم انا كنا معهم وهربنا انا جينا. وتعشى قال ما العشاء وقعد ولا كلي لا العشاء نتاع حمومة. جماعة جبدوا ما مش عارفين مش كاين هنا. ويكذب عليك واحد يقول لك خدمت الثورة وحدي سيدي عقبة كل خدمه كي لخدري كي لعمري كي صالح كي ولاد العربي هم اللي بداو الاولين في الثورة. ولاد العربي هم اللي بداو الاولين ولا اللي طلعوا الاولين كنا مثقفين فيه من شادي احمد شادي احمد احمد شادي احمد هذا انا نقول لك يشهد الله وكمل ولو سمحني يا رمضان هذا شادي احمد شادي احمد الشهيد شادي 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 احمد لانه خاوته كل المجاهدين. هذا شادي احمد احنا نسكنوا فيه جيت الاعلام جيت تشنان فيها. احمد لما ضرب في الليل ضربوه وتيشوه في قبل نتاع الهند كيوسكو نتاع الهند كي تيشوه صباح انا خرجت نجري صغير شويه لقيه لابس اونتوني شيميزه قمجه فهمتني لابسهم هربت انا وليت دخلت للدار. من بعد شويه واحد ساعتين جاو معقبين علينا احنا هزينه في سلوم حاطينه فوق سلوم في ربعه هزينه لحقوه الغدير كي لحقوه الغدير الدنيا سخونه تكتر طيشوه تطياش بصح شي لي هذا من ثلاث حوايج شفتهم الثوره يحاسبني ربي يوم الحساب الدنيا شوف سخونه تقتل. نشوف واحد الظلاله عليه هك سحابه وطلع ربي واحد الزين واحد الحاله زي اخر. هذاك اول شهيد من استشهد في سيدي ابو فهمت هذا واحد عسكري عسكري نعم شهيد مدني بناء